أهلا بكم. بالرغم من أن العراق الحالي يوصف بأنه دولة ديمقراطية نص دستورها المكتوب بعد العام 2003 على احترام وإعلاء حرية التعبير بكل أشكالها، إلا أن حملات إسكات المعارضين والمناهضين للنظام الطائفي الفاسد من إعلاميين وناشطين ومدونين عبر الخطف والاغتيالات ومهاجمة المؤسسات الصحفية في العراق لم يتوقف أبدا منذ العام 2003 وحتى اللحظة. وكانت قناة الرافدين الفضائية واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية العراقية التي كانت عرضة للاستهداف المستمر وفي مراحل زمنية مختلفة، ومنها حملة الميليشيات الإلكترونية الحالية ضد موقعها ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. واقع حرية التعبير العام في العراق ومنها العمل الصحفي والإعلامي ودوافع هجمة الميليشيات الإلكترونية على منصات قناة الرافدين الفضائية على وسائل التواصل الاجتماعي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ثمة حرية للتعبير الصحفي والعمل الإعلامي غير التابع للسلطة في العراق المحكوم بكواتم الميليشيات وفرق الموت الخاصة؟ وهل استهداف المؤسسات الإعلامية والصحفية والناشطين والمدونين بالاغتيالات والخطف سيثنيهم عن مواصلة فضح جرائم وفساد قوى السلطة؟ وما الأذى والإزعاج الذي تشعر به السلطة وميليشياتها الطائفية من خطاب قناة الرافدين الفضائية؟ ولماذا تشعر قوى السلطة وميليشياتها في العراق بكل هذا الخوف والاضطراب من الخطاب الصحفي والإعلامي غير المطبل لها؟ وهل بات الرأي العام العراقي يصغي إلى الخطاب الإعلامي المناهض للنظام الطائفي الفاسد أكثر من إصغائه لأبواق الميليشيات الإعلامية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عبد الرزاق الدليمي. على ثلاثة محاور يتوزع الخط الإعلامي في عراق ما بعد الغزو الأمريكي: محور يردد ما تقوله السلطة ويلمع صورتها ويهتف باسم الميليشيات وزعمائها، إنه الإعلام الحكومي وما دار في فلكه من إعلام ميليشياوي، وله كامل الدعم المادي والإداري باعتباره بوقا للحكومة والميليشيات لا أكثر. المحور الثاني هو الإعلام المؤيد للحكومة لكنه يعارض جزئيا بعض سياساتها أو يدعم حزبا على حساب حزب آخر، ومع ذلك لا يعطى هذا الإعلام الحرية الكاملة ويستهدف من السلطة بين فترة وأخرى. المحور الثالث هو الإعلام الحر الناطق باسم تطلعات الشعب العراقي ويتفق مع توجهاته، وينظر إلى العملية السياسية على أنها فاسدة بالجملة وأداة بيد المحتلين الأمريكي والإيراني. هذا الإعلام مطارد بكل أشكاله وتشن عليه حرب بكافة الأنواع، بدءا من الحرب الإلكترونية وصولا إلى قتل طاقم العمل الإعلامي واعتقالهم وملاحقتهم واستهداف مقراتهم. قناة الرافدين إحدى أهم المحطات الإعلامية الحرة في العراق بشهادة خطها التحريري وتوجهاتها الوطنية، ولطالما بقيت محطة استهداف مستمر من أركان العملية السياسية ومؤيدي الاحتلالين الأمريكي والإيراني. استهدف مقرها في بغداد بتفجير إرهابي ولوحقت في مصر، والآن تستمر الحملات الإلكترونية الموجهة ضدها لتحاول إسكات صوتها الوطني. سعار هذه الحملات على قناة الرافدين تضاعف في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد ثورة تشرين، حيث وجد الثوار في الرافدين متنفسا حرا لهم، ورأوا أن ما يطالبون به هو عينه رسالة قناة الرافدين منذ تأسيسها. شعبية القناة المتصاعدة في العراق دفعت أتباع الميليشيات والأحزاب إلى بذل كل الجهود لمحاربتها، لكنها كما تجاوزت كل العقبات وحافظت على رسالتها تتابع معركة الصراع بين الإعلام الحر والسلطة المستبدة حتى تبقى منبرا حرا ينطق باسم عدالة العراقيين وحقهم في الحرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في واقع حرية التعبير وخاصة التعبير الصحفي والإعلامي، واقع الميدان العمل الإعلامي والصحفي في العراق، ودوافع هجمة الميليشيات الإلكترونية على مهاجمة منصات قناة الرافدين الفضائية
على وسائل التواصل الاجتماعي وخرق اختراق موقعها. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني ناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا أيضا الدكتور عبد الرزاق الدليمي عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد سابقا. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا. نبدأ مع دكتور عبد الحميد العاني. دكتور، منذ عدة أيام قناة الرافدين الفضائية تتعرض لاختراق لموقعها وأيضا مهاجمة منصاتها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، والحقيقة هذا الموضوع هو كان المدخل لنقاش مستفيض بما يسمح به الوقت لبحث أو مناقشة وتسليط الضوء على واقع العمل الإعلامي والصحفي في العراق وحرية التعبير عموما. هذه الهجمة على قناة الرافدين على مواقعها موقعها ومنصاتها، يعني إلى هذا الحد قناة الرافدين خطابها سياسة التحريرية مؤذية ومزعجة لقوى السلطة بحيث أنها جيشت جيوش إلكترونية ميليشيات إلكترونية لمهاجمة منصاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام وللأساتذة الضيوف. بالتأكيد الكلمة كلمة الحق مؤذية لأهل الباطل، ونحن رأينا مثل هذه الحرب القذرة التي يستخدمها هؤلاء في شتى الميادين. فقضية حرية الرأي وقضية الرفاهية وقضية الأمان شعارات جاء بها المشروع الأمريكي إلى العراقي مدعيا أنه سيحققه، ولكن الواقع أثبت أنهم جاءوا هم هؤلاء أصحاب المشروع ومن ساهم معهم شارك معهم الأدوات في على أرض الواقع أدوات هذا المشروع، نفذوا النقيض من هذه الشعارات. وتحديدا هنا رأيناهم أنهم يخافون رعبا شديدا من أي كلمة، سواء كانت هذه الكلمة من أفراد أو من مؤسسات، وتحديدا القوى الوطنية العراقية التي أثبتت ثباتها أثبتت التزامها بوطنيتها ومبادئها وثبتت على قول الحق ومناصرة الحق ومناصرة حقوق الشعب العراقي منذ اليوم الأول للاحتلال إلى اليوم. هذه المؤسسات كان لها النصيب الأكبر من هذه الهجمات وعلى شتى الأصعدة. فرأينا أن هذه السلطات أدوات المشروع الاحتلال الأمريكي والإيراني في ذات الوقت قد واجهت هذه الكلمة الصادقة الكلمة الحرة لهذه المؤسسات، واجهتها بشتى الأساليب، منها كما جاء في تقريركم وفي المقدمة الكواتم الاعتقالات التعذيب الخطف تفجيرات وإغلاق الصحف وغيرها. وطيلة السنوات الماضية تعرضنا للكثير منها، لكن العجيب أنهم لم يتعلموا من هذه الدروس طيلة السنوات الماضية من زمنهم في تبعيتهم للاحتلال، لم يتعلموا الدرس أن هذه الممارسات هي لا تؤثر فينا، لم تسكت صوت الحق بل زادتنا قوة وزادتنا عزيمة، لأن أهل الحق حينما يواجهون بمثل هذه الأساليب القذرة فهي دليل على أنهم على الطريق الحق، وهي رسالة للمجتمع العراقي الذي بات واعياً أن هذا الصوت الذي تريد هذه السلطات الفاسدة والظالمة أن تسكته. لذا نحن نرى يوماً بعد آخر أن الاتباع أو صوت هذه المؤسسات الإعلامية، صوت الرافدين وقنواتها ومنصاتها الإعلامية ومنصات هيئة علماء المسلمين والعديد من القوى الوطنية التي تتعامل مع هذا الأمر تعاملا حقيقيا، رأينا أنها الشعبية كما يقال أنها باتت تتزايد وتتصاعد، ولذا ربما هذا هو الذي يخيفهم بالفعل أن زيادة الشريحة المستمعة والمنصتة والمتأثرة والمتفاعلة مع هذه المنصات الإعلامية مع هذه القنوات الإعلامية هي التي تقلقهم، لكن نقول أنه لم يعد هنالك الوقت مضى لإسكات هذه القنوات وإسكات صوت الحق، والصوت قد وصل إلى الشعب ولله الحمد وفي انتشار. أشكرك دكتور عبد الرزاق الدليمي، أولا مساء الخير دكتور. لا الورد دكتور.
شعارات حرية الحرية العامة، حرية التعبير العامة بكل أشكالها، العمل الصحفي، العمل الميداني، الوصول إلى المعلومة بحرية التي يعني ارتفعت، سمعناها بعد العام 2003. خلال 18 سنة ما جرى من عملية تضييق، عملية اغتيالات، حرق لمؤسسات إعلامية، ترهيب العاملين في هذه المؤسسات. العراق يعني وفق مراسلون بلا حدود في ذيل قائمة حرية التعبير أو العمل الصحفي والإعلامي. هل بقي لهذه الشعارات الآن من سوق، من مصغين، من يصدق، من يتعامل مع هذه الشعارات على محمل الجد والاحترام؟ الجد. شكرا جزيلا، وشكر موصول أيضا لقناة الراشدين المجاهدة، وأيضا تحياتي للأساتذة الأفاضل الضيوف الكرام، والتحية موصولة إلى كل مشاهدي قناة الرافدين. أقول يا سيدي، هذه المبادئ التي عادة ما تعتمد في التجارب الديمقراطية الرصينة في العالم تحتاج إلى طبعا درجة عالية من المصداقية في موضوع تحويلها إلى أرض الواقع. القرارات عادة اللي تتخذ في موجب يعني تجارب ديمقراطية مشهودة لها بالعالم تستند بالدرجة الأولى على مدى قدرة الأجهزة الرسمية على تحويل هذه التوجهات، هذه القرارات، هذه التعليمات إلى واقع. إذا كانت هذه المؤسسات، وأنا أقصد طبعا المؤسسات التنفيذية، فعلا مقتنعة أو فعلا بنيت يعني في تركيبتها، في توجهاتها، على الإيمان بقناعة تامة بوجود ما يسمى بالديمقراطية وحرية التعبير وحريات الرأي، هذا طبعا ستجد طريقة ونتلمسها من خلال ما موجود يعني من مؤسسات إعلامية صحفية في ذلك البلد، وأيضا من خلال ما تطرحه خصوصا فيما يتعلق في نقد ومتابعة ما تقوم به السلطات الرسمية. وهذا طبعا تجارب كثيرة بالعالم انخرطت في هذا المسار وحققت نتائج نستطيع أن نقول أنها ناجحة. أما في العراق حقيقة عندما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وطبعا بالتحالف والتوافق مع النظام، نظام الملالي في طهران، لتطبيق كلام هو أبعد ما يكون عن الواقع في العراق طبعا لأسباب كثيرة. أولا هذه التوجهات الديمقراطية التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تسويقها دعائيا على العالم بأن العراق سيكون هو الميدان الخصب أو التجربة الخضراء في منطقة الشرق الأوسط في موضوع الديمقراطية وحريات التعبير وحريات الرأي وإلى آخره. الحقيقة هذه الشعارات الكبيرة الفضفاضة تحتاج إلى بنية رسمية حكومية وأناس يستطيعون أن يحولوها أو ينزلوها من البرج العاجي إلى الواقع. لو نلاحظ من 2003 لحد الآن الحكومات التي تعاقبت على الهيمنة على السلطة بالعراق حقيقة هي أبعد ما تكون عن أبسط حدود مسميات الديمقراطية أو مفاهيم الديمقراطية. هذه المجموعة حقيقة لا علاقة لها لا بالديمقراطية، لأن أساسا هي يعني تشكيلتهم، تركيبتهم، تفكيرهم، بنيتهم العقائدية أبعد ما تكون عن مفاهيم الديمقراطية. ولذلك هذه الشعارات الفضفاضة إن كان بداية يعني استندت على بعض يعني تشويه صورة الفترة التي سبقت 2003، يعني كل منظومتهم كانت تدفع باتجاه تشويه الصورة السابقة والبناء عليها. الحقيقة هذه أعتقد فشلت يمكن بالسنوات الخمسة الأولى، والمواطن العراقي يعني وإن يعني نسبة لحد الآن تعتقد أنه بسبب هذه البنية الطائفية أو البعيدة عن الديمقراطية هذا هو السبب الحقيقي الذي حال دون التأسيس أو ترسيخ لأجواء أو بيئة من الحريات العامة وحرية التعبير، ومنها طبعا حرية التعبير الصحفية والإعلامية.
لا هو شوف احكي لك شوف كثير من الناس يعتقدون انه الديمقراطيه هذا يعني مشروع كبير جدا، وما يترتب على الديمقراطيه ويخرج منها طبعا اثمن شيء هو موضوع حريه التعبير نعم وحريه الراي. هذه حقيقه يعني تحتاج مسالتين، قوانين يعني على درجه من النضج، وادوات يعني رسميه حكوميه تستطيع فعلا التعامل مع هذه القوانين بطريقه ايجابيه بحيث تظهر التجربه بشكل يعني صحيح وسليم وعن ايمان قاطع بهذه الافكار وبهذه القوانين وبهذه التشريعات. حقيقه بالعراق يعني انت من تجيب ناس يعني من هب ودب وسلم مقاليد الدوله، ومن ثم تطلب منه ان يطبق اشياء حقيقه هي اكبر من قدراته، اكبر من امكانياته، اكبر من تفكيره. يعني هذه الاحزاب التي فرضت على الدوله وفرضت على المجتمع العراقي الحقيقه في بنيتها، في تكوينها، في قناعاتها، هي بعد ما تكون عن موضوع الديمقراطيه ولا تسمح للراي والراي الاخر، فكيف انت تجي تريد من عندهم يطبقوا لك يعني مفاهيم حقيقه لا يستطيعون ان يرتفعوا الى مستواها؟ يعني هم الان كل الاشياء يفكروها كيف يكون بالسلطه؟ ان شاء الله يصفون ثلاث ارباع الشعب العراقي. لذلك من تجي تسالت الاخ قبل شويه على موضوع قناه الرافدين ويعني هذه الهجمه الالكترونيه من الجيوش اكو مشكله بالصوت والصوره مو يا دكتور عبد الرزاق؟ طيب حتى يتم اصلاح هذا الخلل نذهب الى دكتور رافع الفلاح. دكتور مرحبا بك. حياكم الله. اهلا مرحبا. اهلا دكتور. الحقيقه على الجانب الاخر هناك مؤازرو محبو السلطه انصارها يقولون ان الوضع في العراق ملتهب مشتعل، هناك ازمه اقتصاديه وازمه ماليه، وهناك الحقيقه يعني ازمات متعدده، وهناك تظاهرات ايضا، ولذلك من حق النظام، من حق السلطه ان تلاحق المؤسسات الاعلاميه، المؤسسات الصحفيه، الناشطين الذين يحرضون على السلطه، يريدون ان يسكبوا مزيدا من البنزين، من الزيت على هذا الواقع. الوضع في العراق لا يحتمل، لذلك من حق السلطة أن تلاحق هذه المؤسسات، تلاحق قناة الرافدين وغيرها ممن يؤلب، ممن يحرض على النظام السياسي في العراق. شنو رأيك بوجهة نظر أنصار السلطة ومحبيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام أخي الأستاذ الدكتور عبد الحميد العاني وأخي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي. أهلا وسهلا أستاذ ماجد. وكأنك تقول لي يعني هل من حق يعني حكومة من حكومات أن تقتل الشعب، أن تقتل مجموعة من الشعب ودماءهم بالشوارع لكي تنظف الدماء، لكي تزيل هذه الدماء، على الشعب أن لا يتكلم على هذه الدماء وتقطع ألسنة من يتحدث أن هناك دماء في الشارع؟ هذه الصورة التي تحدثني عنها. هؤلاء الذين يتحدثون يعني هذا ما نقلته عن من يؤيدون السلطة، من يؤيدون الحكومة ويتحدثون بلسانها بهذه الطريقة، 18 عام من الخراب والدمار والفساد، ومن أوصلوا العراق إلى هذا المستوى هم هؤلاء الذين يحكمون العراق، وبالتالي يطالبون الشعب أن لا يتكلم عن كل هذه مساوئهم، عن كل فسادهم، عن كل خرابهم، عن كل نهبهم وتدميرهم للعراق، عن ضياع هوية العراق الجامعة، عن ضياع الوئام الاجتماعي، السلام الاجتماعي، عن ضياع منجزات العراق، عن ضياع صناعة العراق وتجارته وزراعته وثرواته وشعبه، ضياع كفاءاته، هجرة ناسه، تدمير مدنه، خرابه، كل هذا يجب أن لا تتحدث عنه لأن هم في مهمة. 18 سنة من الخراب، العالم كله معهم. يعني احنا نتحدث عن الرافدين، والرافدين لها الشرف الكبير والراية العالية في أن تدخل في صراع مع كل هذه الأطراف اللي الباغيه، بدءا من امريكا وايران وكل هذه القوى التي دعمت هذا النظام السيء العميل اللي قتل الشعب العراقي ودمر بلده وخرابه. فان تتحول الرافدين الى بندقيه بيد الشعب هذا شرف ما بعد شرف. الرافدين تحولت الى بندقيه بيد العراقيين، وهذا لا يمكن ان ينكرها احد، لذلك يحاربونها بهذه الطريقه.
ويتحدثون عن انه لا تذكر شيئا عن الدوله، لا تذكر شيئا، وهي لا دوله في العراق طبعا. دكتور، طالما اثرت موضوع الرافدين، وهي طبعا مدخل اليوم للنقاش فيما يتعلق بالعمل الاعلامي والصحفي في العراق. دكتور، هل تعتقد ان نظاما مثل الذي موجود في العراق مدجج بعشرات بل مئات ربما من الميليشيات وفرق الموت وهذه الجيوش وهذه الاموال وكل ادوات القوه الخشنه والناعمه بيديه، هذا في الداخل، وفي الخارج العالم الاقليم والمجتمع الدولي كله مصطف خلف هذا النظام منذ 18 عام، تخيفه قناه بامكانيات بسيطه مثل الرافدين بخطابها الاعلامي والسياسي، مرعوبه من هذا الخطاب، تعتقد ان هذا النظام بكل هذه الامكانيات تخيفه برامج ونشرات اخبار تسلط الضوء على ما يجري في العراق؟ نعم استاذ واجد، تخيفه عندما يكون على باطل، تخيفه عندما تتحول هذه القناه اللي تحدث انت حضرتك عنها والناس يعرفونها ونحن كلنا ننتمي اليها ونقف خلفها وامامها، عندما تتحول مثل ما قلت الى بندقيه بيد العراقيين وتنقل صوتهم، تنقل صوت الجياع والمرضى والمضطهدين والمظلومين والمعذبين والمعتقلين والمهجرين والمهاجرين، وكل هذا الصوت تنقله لتفضح حقيقة هؤلاء الذين سرقوا العراق وضعوا العراق في زنزانة كبيرة والآن يسرقون ويقطعون بجسده بهذه الطريقة. نعم، هذا يزعجهم جدا، وهذا يدل على يعني يدل دلالة واضحة على رثاثة هذا النظام، رثاثة هذه الفكرة، رثاثة هذه العملية السياسية التي أسسها هذا المشروع الاحتلالي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي. سقط هذا الاحتلال عندما كل هذه القوى تساند مثل هذا النظام، تساند مثل هذه الماكينة إعلاميا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا وأمنيا، هي متمكنة من كل شيء في مواجهة قناة إعلامية لا تقول إلا الحق. فهؤلاء يعني هذا يدلل على ضحالة فكرهم، ضحالة تفكيرهم، سوء ما يفعلونه وظلم ما يفعلونه. لذلك اليوم يعني أنا أعتقد وكل ثقة أن الرافدين فخورة اليوم وفرحة جدا، وهذا شيء متوقع. يعني عندما يقتل الشباب في ثورة تشرين في الشوارع، عندما تيتم عوائل كاملة، عندما ترمل نساء، عندما تفقد الأم وليدها، عندما يفقد الأب، هذا كله جزء من سلب العراقيين قدرتهم وأدواتهم على الممانعة والمقاومة، وهذا جزء من، ولذلك تستهدف الرافدين لأنه هذه أداة من أدوات الشعب. وأنا قلت وأقولها مرة أخرى، بندقية الشعب، الرافدين صارت بندقية الشعب. هذا التوصيف لا يمكن أن يسحبه فلان وفلان الكاظمي والعبادي وغيره ونور المالكي وغيره، هذه الحكومات والميليشيات عندما يعني تذهب إلى المواقع الإلكترونية وتزور هنا وتزور حديث هناك، هذا لا يعني شيئا، سيبقى الصوت واضح والناس فاهمة الرسالة. نعم. ورسالة الرافدين واضحة جدا جدا ولا يمكن تشويهها مهما فعلوا، لأنه 18 سنة يعني على الأقل من عام 2006 لحد الآن الرافدين على نفس الخط، نفس الاستقرار، نفس الثبات، لم تنحرف عن خطها بمقدار أنملة. أشكرك دكتور على ذكر بقاء أشكرك. نعم. على بقاء الرافدين على نفس خطها منذ البداية وحتى اليوم. دكتور عبد الحميد العانم، يعني السلطة هل تعتقد أنه بهذا الاستهداف، استهداف المؤسسات الإعلامية، حرق مكاتبها، خرق مواقعها، الهجوم على منصاتها، اغتيال الناشطين، المدونين، الكتاب على وسائل التواصل الاجتماعي، اغتيال الناشطين والمتظاهرين، 800 شهيد خلال تظاهرات تشرين، سيخيف هؤلاء ويثنيهم عن مواصلة هذه المهمة التي باشروها منذ العام 2003 إلى اليوم في فضح الواقع القائم في العراق من جرائم، من خطف، من تغييب، من فساد، من طائفية، من عمليات نهب منظم للدولة ومقدراتها. هؤلاء سيهربون ويتركون الساحة للميليشيات بهذا الأسلوب؟ يعني كما قلت أنا قبل قليل في بداية الكلام، هم لم يتعلموا من هذه الدروس، يعني لم يعوا إلى الآن أن هذه الأساليب التي هي أساليب قذرة
يعني مثل ما ذكرت الاستهداف المباشر بالقتل والاعتقال وغيره، والاستهداف غير المباشر بالأساليب القذرة من قرصنة أو الاعتماد على عصابات قرصنة أو حتى تحريف والافتراءات ونشر أكاذيب عليها، كلها لم تثني هذه الأصوات الحقة عن المضيف بطريقها، بل هي كما قلت هي وسائل، أصبحت ربما وسائل تدلل على صدق مواقف هؤلاء، يعني صدق مواقف قصدي الوسائل الإعلامية التي تستهدف بمثل هذه الاستهدافات الغير. لكن هؤلاء كما ذكرنا ربما في حلقات كثيرة هم يعني يفقدون عنصر مهم اللي هو عنصر التخطيط، التخطيط الاستراتيجي للمستقبل. لا ينظرون إلى الأمور أبعد من أنوفهم، النظر بعيد المدى، التخطيط السياسي، لأن أهدافهم آنية. هدفهم هو أهداف تدميرية، أهداف فقط القتل والسرقة والنهب وغير ذلك. ولذا تجد أنهم هم يدافعون عن هذه المكتسبات الإجرامية وأعمالهم الإجرامية، يدافعون عنها بممارسات هوجاء ويتخبطون، ولذلك تجدهم يمارسون للتستر على جرائمهم يرتكبون جرائم أكبر وأكبر، ففي سبيل الحفاظ على كراسيهم قتلوا الدماء وأسالوها في الساحات وغيرها. ومن سلم بلادا، من سلم بلادا بكامله نعم بثرواته بمستقبله إلى الأجنبي، ومن استهدف دماء الأبرياء من الشعب العراقي، فبالتأكيد يهون عليه كل الجرائم الأخرى ومنها الجرائم الإلكترونية التي يتبعونها واستهداف مثل هذه المنصات. أشكرك دكتور. إذا المشاهد الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن واقع العمل أو حرية التعبير العام في العراق، ومنها طبعا العمل الميداني والصحفي في ضوء هذه الهجمة المستمرة من قبل الميليشيات الإلكترونية ضد موقع قناة الرافدين الفضائية ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في واقع حرية التعبير في العراق، ومنها حرية التعبير الصحفية والإعلامية في ضوء هجمة الميليشيات الإلكترونية على منصات قناة الرافدين الفضائية على وسائل التواصل الاجتماعي. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، دكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور عبد الرزاق الدليمي، ألا تدرك أو تعي السلطة أنها بهذا الأسلوب البوليسي الدموي الميليشياوي في مطاردة وملاحقة المؤسسات الصحفية والإعلامية العاملة في العراق وحتى العاملة خارج العراق، أن هذا الأسلوب يضر بسمعتها ومكانتها على الأقل خارج العراق؟ هي في الداخل الحقيقة ليس في حساباتها موجودة الميليشيات والكواتم لمن يعترض أو يرفع صوته، لكن على الأقل في خارج العراق، خاصة وأنها تسوق هذا النظام الذي الآن هي تحكمه أنه نظام ديمقراطي، يضر بها وبسمعتها أكثر مما يحافظ على النظام؟ حقيقة يعني مثل هؤلاء الناس يعني الذين تعلموا وتدربوا وعاشوا في ظروف هي أبعد ما تكون عن أن يعون أهمية العمل يعني الديمقراطي، الرأي والرأي الآخر، ولذلك هم لا يمتلكون سوى مشروع وعد هو مشروع تهديم البلد وقتل الأحرار وتدمير موارد البشر خصوصا البشرية، ولذلك هو لا يعنيهم يعني سمعتهم حتى بالداخل أو بالخارج، لا
لأنه أساساً مشروعهم لا يعتمد على أن يبنون شيء للمستقبل، يعني هم والمستقبل خطان متوازيان لا يلتقيان، ولذلك استخدامهم هذه الأساليب اللي هي أساليب رخيصة، أساليب يعني لا تحتاج إلى عقول، لا تحتاج إلى تفكير، لا تحتاج إلى خطط في مواجهة الخصوم. والمناسبة يعني أنا كنخبة فقط أتحدث فيها عن قناة الرافدين، لأنه أعتقد هي السر الذي يقف وراء هذه الهجمة عليها وعلى المنصات التابعة لها. أنت تعرف هم طبعا يعتقدون أنه هذه قناة يعني قناة طائفية. سر قوة الرافدين أنه طرحت مشروع وطني محايد لا يتبنى أي وجهات نظر يعني متعصبة لهذا الطرف أو ذلك، ولذلك هذا الخطاب المتميز للرافدين حقيقة هو الذي جعلها تكون مقبولة من الجميع، يعني مقبولة في خطابها، في توجهاتها، في آرائها. ولذلك هذه القناة والمنصات التي تابعة لها حقيقة وجدت قبول كبير، لأن طروحاتها طروحات وطنية موضوعية بعيدة عن المنهج الذي حاولت هذه الأطراف الموجودة بالدولة أن تظهر على أنها يعني قناة تابعة للون معين، لوجهة نظر أو لتصور أو لجهة يعني معينة. والحقيقة أنا من خلال متابعتي هذه الفترة، وكنت حكيتها في أكثر من مرة يعني خصوصا في ذكرى تأسيس القناة في أكثر من مناسبة، حقيقة هذا الجانب اللي أنا حقيقة يعني لمسته وشعرت به وأيضا عايشته، بحيث أنه خطاب القناة والمنصات وحتى مراكز البحوث التابعة للهيئة حقيقة كانوا موفقين وناجحين، وكانوا أذكياء جدا في طرح خطاب وطني متوازن، وهذا الذي أثار يعني حفيظة القوى العميلة للاحتلال والعميلة لإيران في أن تستهدف القناة ومنصاتها. أعتبر أن هذا طبعا هو دليل على نجاح ودليل على الإيذاء الكبير اللي سبب الخطاب، هذا الخطاب المتوازن لقناة الرافدين، بحيث أصبح وجودها وخطابها حقيقة محط يعني محاولات لإسكاتها بأي طريقة من الطرق، سواء كان عن استخدام الجيوش ونسميها الجحوش الإلكترونية، أو من خلال محاولات تكميم من أفواه بشكل مباشر، وأيضا متابعة وجهات النظر والآراء التي تقف ضد المشروع الاحتلالي الأمريكي البريطاني الفارسي في العراق. نعم، أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، طبعا هذا اليوم رايحين لك كل مقولات أو دفوعات أنصار السلطة. أيضا أنصار السلطة يقولون أن هذا النظام الموجود في العراق الحقيقة بالأصل هو نظام ديمقراطي يحترم حرية التعبير، يقدسها، يعلي من شأنها، وحتى مضمنة في الدستور الذي كتب بعد العام 2003، ولا يعترض طريقة. لكن بسبب الوضع الشاذ والمشوه في العراق والأزمات الموجودة والتظاهرات الموجودة، لذلك السلطة مضطرة أن تعترض طريق العمل الصحفي أو حرية التعبير الصحفية، وهذا الإجراء مؤقت وليس دائما، لأن الأصل احترام حرية التعبير، ما أن تتطبع الأوضاع في العراق حتى تعود حرية التعبير والعمل الصحفي والإعلامي إلى طبيعتها. وكأنك في مثلا السويد أو فنلندا أو في بريطانيا. نعم أستاذ ماجد. نعم. يعني الحديث عن تطبيع الوضع لكي يكون ورديا مثل ما يتحدث أنصار السلطة أنصار هذه الحكومة، متى يحصل هذا؟ يعني الآن مضت من الوقت 18 سنة. نعم. الآن عدد الذين سقطوا من العراقيين قتلى خلال هذه 18 سنة نحو 1.5 مليون إلى 2 مليون عراقي. عدد المهجرين خارج العراق من كفاءات وغير كفاءات وكل القوى أكثر من 10 ملايين عراقي غادروا العراق. أنتم مستعجلين على التطبيع دكتور؟ أنتم مستعجلين على التطبيع لو أكو شوية صبر؟ الآن أكثر من 1.5 تريليون دولار سرقت. نعم. البلد من خراب إلى خراب، دمر البلد، كل بنات تحتية دمرت انتهت،
الآن لو جاءت حكومة وطنية الآن في هذه اللحظة تحتاج إلى زمن طويل لكي تنهض في البلد وتعود به إلى ما كان ربما قبل 2003، وفي هذا خسارة أيضا، لأنه أنت الزمن هذا تحس بكل الدول فسقتك، كل الناس ذهبت إلى يعني إلى 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 مشاريعها وازدهارها، ونحن ما زلنا قد تحول العراق إلى مقبرة، إلى خرابة الحقيقة. هذا كله احنا وصل الحال بينا الى عندنا 6 ملايين نازح داخل العراق، مدن مدمره، الجوع الان عدد الجائعين في العراق تحت خط الفقر اللي ياكلون من المزابل 10 ملايين الى 12 مليون عراقي، الاميه 9 ملايين عراقي من الاميه، بعد ان كان العراق بشهاده اليونسكو خالي من الاميه، الان المرضى الفقر، وهذا يعني كل هذه الاحصائيات اللي نتحدث عنها اغلبها مدن الجنوب التي يتحدثون عن انها الحاضنه لهم هي التي تعاني اكثر، الفقر اكثر في مدن الجنوب، الخراب والمرض والجوع والاميه كل هذا، فبالتالي هذا الشعب ما عاد يقبل. ثانيا الديمقراطيه والحريه لا تشترط يعني سقفا زمنيا حتى اطبق لك هذه يعني اوضع لك دستور، وانا ما راح اطبق هذا الدستور الا اذا اني استطعت بعد ما اعرف ايش قد فترة زمنية سقف زمني أحقق بيه أهدافي، وبعدين نجي نتفاهم على تطبيق الدستور. أنت يطلعون تظاهرات ضد هذا، يطالبون بالكهرباء، بالبداية طالبوا بالكهرباء، طالبوا بخدمات بسيطة، بوظائف، قتلوهم. وين الديمقراطية؟ وين الحرية؟ وين هذه كذبة كبيرة الحقيقة، كذبة كبيرة. كل صوت يخالفهم هو عدوهم، هو يجب أن ينالوا منه، والميليشيات جاهزة والسلاح جاهز والكواتم جاهزة، هذا واقع الحال. والرافدين في هذه القضيه في استهداف، وربما الدكتور عبد الرزاق الدليمي اشار لي بعض من عده، لانه الرافدين رسالتها يعني الرساله التي تتبناها بعض مفردات رسالتها انها هي تؤمن ان الاعلام صمام امان ضد الخطابات الطائفيه، ضد الخراب، ضد الفوضى. هي ما دام اتيت على ذكر القنوات ذات الخطاب المغاير او المختلف او غير المروض وغير المدجن، نسال دكتور عبد الرزاق الدليمي. دكتور، هناك من يعتقد انه اصبح الراي العام في العراق وحتى في الخارج يصغي اكثر ويتعامل بجديه ومصداقيه مع القنوات المناهضه او المخالفه غير التابعه للسلطه، ولذلك السلطه الان بسبب هذا الواقع في حاله من الاضطراب، وهي تتخبط كالثور المثخن الجراح، يضرب ذات اليمين وذات الشمال ربما بدون تمييز وبدون بصيرة. فعلا هكذا الواقع في العراق؟ يا سيدي، أولا الموضوع، شوف، الديمقراطية موضوع حرية التعبير، سماع الرأي الآخر، هذا تحتاج إلى تربية. يعني أنت حتى مجتمع من المجتمعات فعلا انت تبني بناء، يكون عندك مشروع، وهذا المشروع يحتاج الى ان يعني تبدا من نقطه الصفر وتنتهي الى المرحله التي تستطيع من خلالها يعني ان تبني منظومه مجتمعيه قادره على ان تهضم، تفهم، تؤمن بهذه الممارسات. يعني حقيقه يعني العالم الان يعني ما عاد مثل ما كان بالسابق. الان اي معلومه يعني ايا كانت ايجابيه او سلبيه في اي مجتمع من المجتمعات، حتى المجتمعات التي لا تمتلك يعني البنى التحتيه لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، استخدام اجهزه الاتصال الان الحديثه، حتى في هذه المجتمعات عندما يحدث فيها شيء سرعان ما يصل الى يعني جميع انحاء العالم. حقيقه بدايه الاحتلال يعني حاولت السلطات الاحتلال يعني الامريكان تحديدا وبريطانيا ان يحيطون الوضع بالعراق بمجموعه يعني اجهزه ومجموعه انشطه دعائيه، بحيث انه مثل ما قلت قبل شويه التسليط على الاوضاع التي كانت قبل الاحتلال، بحيث انه الناس تتحدث الا في الوضع السابق دون أن ينتبهون إلى التطبيقات السيئة الفاضحة التي مورست من قبل السلطات بعد احتلال العراق في 9 نيسان 2003. هنا العالم يعني خصوصا
انا اتذكر واحده من الاشياء اللي كانوا يطرحوها، انا كنت موجود في بغداد الى 5/8/2003، يعني بقيت تقريبا حوالي كم شهر قبل ان اضطر ان اخرج من العراق. هنا كان دائما يقولون شوف احنا وفرنا لكم طبعا تليفونات، وفرنا لكم الانترنت، نعم. وفرنا لكم دكتور باختصار اذا سمحت. نعم دكتور عبد الرزاق، اي تفضل. هذه وسائل التي اعتقدوا انه جلبوها الى الشعب العراقي لخدمتهم انقلبت عليهم. يعني الان لو تلاحظ حضرتك، رغم اني طبعا قناعاتي بدور وسائل التواصل الاجتماعي يعني ليست بذاك يعني حجم التأثير، ولكن اقول القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي التي حاولت ان تكون عين للمواطن، ضمير للمواطن، تنقل احاسيسه، مشاعره، ظروفه، وضعه الاقتصادي، وضعه الاجتماعي، وضعه الثقافي، هذه حقيقه كلها العالم الان يهتم بهذه الامور. يعني العالم الان حريص على ان مثلا بلد مثل العراق، ولذلك شكلت هذه كانها اعلام بديل، اعلام اجتماعي بديل عن اعلام السلطه الممسوك من قبل السلطه. دكتور اشكرك، بس لان الوقت ربما يعني اداركنا، كنت اتمنى نعطيك وقت اكثر. دكتور عبد الحميد العاني، هذه الاساليب الميليشياويه في مطارده المؤسسات الاعلاميه غير المروضه، غير التابعه، غير المدجنه للسلطه، تعتقد انها تعكس قوه وسطوه للسلطه، وانه اصبح يعني ان لها من القوه والسطوه بحيث لا ينفذ من بين يديها اي شيء، ام هي تعكس الحقيقه لا يعني حاله من الضعف والوهن والخوف والاضطراب؟ بالتاكيد وتعكس، فضلا عن هذا تعكس انه اعترافهم بانهم على باطل، لانه لو كانوا على الحق لم يهابوا ولم يخافوا من مثل هذه التصريحات او هذه الكلمات. ولذا جاء هذا الاستهداف لأي قناة ولأي صوت حر، سواء كان كما قلت فردا أو مؤسسة إعلامية، لأن هذه وسائل الإعلامية أو هذه الأصوات الحقة هي تكشف زيفهم وتكشف باطلهم وتكشف جرائمهم وانتهاكاتهم، هي كشفت زيف الشعارات التي جاءوا بها وينادون بها. ومن هنا رأيناهم أنهم يخافون خوفا شديدا من هذه الأصوات الحقة، ولا سيما حينما نتحدث عن قناة الرافدين التي نتكلم عنها اليوم، هي قد واجهت هذا الباطل وكشفت وفضحت هذه الانتهاكات، سواء كانت انتهاكات فساد مالي أو أخلاقي أو دموي، يعني انتهاكات حقوق الإنسان لأبناء الشعب العراقي، كشفت كل ذلك بأسلوب مهني وبخطاب واضح وجلي، وكسرت قضية مهمة أشار لها الدكتور عبد الرزاق الدلومي، كشفت كذبهم. يعني هم دائما كانوا يصرون ويصفون القوى المناهضة للاحتلال ومنها الرافدين، يصفونها بأنها ذات خطاب طائفي، لكن ليس لديهم دليل على ذلك. وخطاب الرافدين وخطاب القوى المناهضة للاحتلال بالعكس هو خطاب وطني، ولذلك نجدهم هم يرددون هذه الاتهامات بدون أي دليل. بات الشعب العراقي اليوم واعيا، لأنه يرى يعني يسمع هذه الاتهامات. دكتور ويرى بأم عيني. اسمح لي، أنت في الرافدين، في قناة الرافدين منذ تأسيسها إلى اليوم، هي منحازة لكل أعداء هذا النظام في خندق أعداء، من المقاومة الوطنية إلى تظاهرات 25 شباط إلى تظاهرات 2012 إلى هذه التظاهرات إلى التظاهرات التي قبلها. الحقيقة هي كانت يعني كانت وما زالت في الخندق الآخر المعادي لهذه التجربة. هي نعم، هي في خندق العراق، لأنه هؤلاء كلهم طارئون على العراق. هي تريد العراق، هي كما غيرها، كما القوى الوطنية التي تطالب بأن يعود الوطن، كما طالب أبناء العراق الشاب في ساحات التظاهر شباب تشرين، نريد وطن، نحن نريد وطن، وطننا نهب، وطننا سرق، وطننا بات يتحكم به قلة تابعون للخارج، جعلوا أبناء الشعب العراقي الغالبية العظمى، جعلوهم يعيشون في المآسي. هذا الخطاب يفضح أسباب هذه المآسي. لذا الشعب العراقي اليوم بعد 18 عاما من الاحتلال بات واعيا وبات مدركا
من الذي يقول الحق ومن الذي يدعي الباطل؟ من هنا يرون في هذه المؤسسات، في هذه الأصوات الحق أنها تسبب خطرا عليهم، فلذا يحاربونها، سواء محاربة علنية أو محاربة خلف الكواليس كما يقال، أو يعني عبر الوسائل القذرة وعبر الوسطاء بالتهكير وبغيرها أو بالتخويف وبالترهيب. لكن أنا أقول مرة أخرى أنه بفضل، يعني نحن نتابع اليوم أن الشعب العراقي، كثير من أبناء الشعب العراقي خاصة طبقة الشباب، هذه الفئة، فئة الشباب، باتت مدركة وتعرف من الذي يضحك عليها، ولا يزال يعيش في وهمه بترداد الأكاذيب والادعاءات الباطلة ليحمي نفسه ويحمي باطله ويحمي جرائمه ويحمي أسياده، أعداء البلد، أعداء العراق. لذا نحن نبقى نقول دائما لن ترهبنا هذه الأساليب، بل تزيدنا عزما وقوة، والحمد لله، الحمد لله. يعني ربما مثل هذه الأمور هي يعني قد يتوهمون أنها تضر، لكن هي في حقيقتها نعم هي بجانب يعني تزيد من الشعبية. وعندما نرى تفاعل أبناء الشعب العراقي، خاصة فئة الشباب الذين هم يعني اليوم لديهم نشاط قوي نعم على وسائل التواصل الاجتماعي، نرى حجم الوعي الذي وصل، وهذا الذي نقصده، وهذا الذي نريده، وهذه هي رسالتنا. نعم فنحمد الله تعالى أن وصلنا إلى مثل هذه النتائج نعم المتقدمة، وسيذهب كيدهم إلى الباطل بإذن الله تعالى، كما ذهبت أساليبهم السابقة بإذن الله. دكتور رافع الفلاحي، في الدقائق الأخيرة، يعني الآن مسألة أن هذا النظام السياسي القائم في العراق أن ينتج بيئة لحرية التعبير، أجواء لحرية التعبير، ومنها العمل الصحفي والإعلامي كالمعمول في الأنظمة الديمقراطية، أن هذه القضية على الشعب أن ينساها تماما. هذا النظام لن ينتج هكذا بيئة حتى لو امتد به العمر إلى 100 سنة. فعلا هذا واقع الحال أستاذ ماجد. يعني من يسرق الشعب بهذه الطريقة، من يشيع الطائفية، من يغير الديموغرافية، من يسعى إلى تفرقة الشعب، من يجعل المحتل محررا، من يأتي بإيران ويقول إنها صديقة ويتركها تتغول على العراقيين وتسرقهم وتقتلهم، من يتعامل مع الشعب والشباب بهذه الطريقة، كلما رفضوا شيئا مرفوضا. هذا كله يدل على أن هؤلاء ذاهبين إلى بالعراق إلى قعر الهاوية. هؤلاء ليسوا إلا نواطير، ليسوا إلا حراس، إلا أجراء يحرسون هذا المشروع الاحتلالي منذ عام 2003 لحد الآن. فلذلك لا تتوقع منهم خيرا. الحقيقة هم أدوات للتخريب، ولا يمكن أن يكونوا أدوات للبناء. لكن ما يهمنا في كل هذا الموضوع أنه هذه التحديات التي تواجهها القوى المناهضة للاحتلال، نتحدث عن هيئة علماء المسلمين في العراق، نتحدث عن قناة الرافدين، نتحدث عن كل القوى هذه التي ناهضت، وكل هذه البنادق الشريفة العراقية الرصينة التي صارت بيد الشعب. هذه تحول التحديات إلى فرص، مثل ما الرافدين حولت التحديات التي تواجهها إلى فرص، ومنها هذا التحدي. وعدم الاكتفاء فقط بواجب الدفاع والوقاية، هذا جزء من هذا. هؤلاء لا يدركون هذه الحقيقة، لا يدركون أن فعلتهم هذه لن تمر بسلام. نعم هي لن تؤثر، الآن هي شهادة نجاح في أن الرافدين نجحت وناجحة، وستبقى ناجحة، وستبقى رايتها مرفوعة، وكل قوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية ناجحة وخطابها صحيح وحقيقي، لأنه من عام 2003 لحد الآن هو الخطاب واضح وليس فيه خلل. فبالتالي أنت تأخذ شهادة النجاح من أعدائك هؤلاء، ولكن هؤلاء أيضا لا يدركون أنه هذه أفعالهم لن تذهب هكذا، سنحاسبهم عليها. أشكرك دكتور، اسمح لها دقيقتين نعطيها دكتور رافع. أشكرك. الدقيقتين الأخيرتين للدكتور عبد الرزاق الدليمي، تفضل دكتور. حقيقة أنا فقط أريد أشير إلى يعني نقطة، أقول أن النظام، أي نظام في العالم، عندما يريد فعلا أن يجسد فهمه وقناعته بالديمقراطية، حتى إذا لم تكن هناك يعني وسائل إعلامية مضادة أو خلينا نقول رقيبة، فهو الذي يخلقها. يعني النظام الديمقراطي دائما
مثل ما موجود الآن بالديمقراطيات، يعني نقدر نقول عليها إلى حد ما محترمة، يعني يخلقون المضاد حتى يوجه أنظاره، يتابع، يراقب، ويكون أيضا عين الشعب على السلطة. هذه الزمرة التي جيء بها يعني بعد الاحتلال للهيمنة على العراق حقيقة مشكور. لا تؤمن لا بالديمقراطية. يعني قبل شوي أحد الأساتذة أشار إلى موضوع، ما أدري يمكن حضرتك جيت على موضوع الدستور، يعني الدستور هذا اللي هو دستور أعور، دستور يعني كله أخطاء، كله مزالق ممكن أن تدمر المجتمع العراقي، ومع ذلك هذا الدستور الذين وضعوه وجاءوا به لا يطبقوه، أشكرك بدليل دكتور. كل ممارساتهم الآن هي تتناقض مع ما جاء بالدستور، خصوصا ما يتعلق بموضوع حريات الرأي وحريات التعبير. فهي حقيقة قضية مسرحية، يعني تطبق دكتور بطريقة أشكرك وأعتذر، كارثية. أعتذر منك، المخرج يلوح علي بالختام. أشكرك دكتور عبد الرزاق الدليمي، عميد كلية الإعلام سابقا في جامعة بغداد، وأشكر أيضا دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وأشكر الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي. كانوا ضيوفنا في حلقة الليلة من طاولة حوار، كلهم عبر سكايب، التي ناقشت واقع حرية التعبير والعمل الصحفي والإعلام في العراق في ضوء هجمة الميليشيات الإلكترونية على منصات قناة الرافدين الفضائية. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، في أمان الله.